السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا نزال في تفسير السورة التي تتكلم عن البيع والشراء والأمانة في البيع والشراء وتحذير الناس من الغش. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، إذا شروا لأنفسهم يأخذون الوزن وافيا تاما، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. إذا أرادوا أن يبيعوا للناس لعبوا بالوزن أو بالبضاعة وغير ذلك. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثم قال الله تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. السجين قيل هو موضع في الأرض السفلى وقيل غير ذلك، لكنه شيء فيه تهديد ووعيد لهم، يعني تكتب عليهم أعمالهم وفي في في كتاب يكون في موضع، هذا وصفه في سجين. قال الله: ما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. مرقوم يعني مكتوب، أصلا كلمة كتاب يعني مكتوب، مرقوم أيضا مكتوب، كما قال الله تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. قيل الرقيم هو لوح رقمت فيه، يعني كتبت فيه أسماءهم وعلقت على الكهف، فكتاب مرقوم يعني كتاب مكتوب، مكتوب فيه أعمالهم. ويل يومئذ للمكذبين. من هم المكذبون؟ الذين يكذبون بيوم الدين. الإنسان ترى إذا خاف من يوم القيامة لن يعمل سيئة. الإنسان الذي يؤذن للصلاة ويسمع، ما الذي يجعله يقوم للصلاة ويترك راحته وربما فراشه؟ ما الذي يدعه يترك كل ذلك؟ لأنه يخاف من يوم القيامة، يخاف أن يسأله الله تعالى: لماذا لم تصلي؟ وما الذي أقعدك عن صلاة؟ إنسان الذي يغش، ما الذي يجعله يثق في غشه ويتعاطى معه ويذهب معه ويكثر الغش؟ غفل عن يوم القيامة وعن الحساب والعقاب. الإنسان الذي يغض بصره لأنه يدري في رب يحاسبني وسوف أقف بين يديه يوم القيامة. الإنسان الذي يبر والديه ويصبر ربما على أذاهما مع كبر سنهما، ما الذي يجعله يذل نفسه لهما ويتلطف معهما؟ يخاف من يوم القيامة. فقال الله تعالى: ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. معتد يعني متجاوز للحد، وأثيم يعني آثم كثير الإثم. إذا تتلى عليه آياتنا يقال له مثلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ما يجوز أن تطلق بصرك مثلا. يقال له مثلا: لا تؤذي الناس، أو أحسن كلامك، يقول الله لك: وقولوا للناس حسنا، لا تسب ولا تلعن، بر والديك لأن الله يقول بالوالدين إحسانا مثلا، صلي لأن الله تعالى يقول أقيموا الصلاة. فتجد أنه يعرض، يقول أساطير الأولين. هذه كلها سوالف القدماء، هذه كلها دين العجائز، دين الشيبان الأولين، يعرض ويجيب بهذا. قال الله تعالى: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. غطى قلوبهم سيئاتهم التي يفعلونها، وهذا ما يسميه أهل العلم قسوة القلب. تجد الإنسان مع إطلاقه للنظر الحرام، مع أكله لأموال الناس بالباطل، مع عقوقه لوالديه، مع ظلمه للناس، مع وقوعه في أنواع من المعصية، إنسان إذا وقع في أنواع من المعصية يبدأ القلب يقسو ويكسوه مثل الران، مثل الغبار الذي يغطي على الكرة، يغطي على الطاولة، يغطي على الكأس، الذي يتراكم الغبار بعضه على بعض إذا ترك وقتا طويلا. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هؤلاء في يوم القيامة يعاقبهم الله تعالى لا ينظروا إليه جل وعلا. والله تعالى يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نسأل الله يجعلنا وإياكم من يرون ربهم يوم القيامة ناظرة. وقال الله تعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. حسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله تعالى. أما هؤلاء المكذبون المعرضون الفجار، فهؤلاء يحرمون من النظر إلى الله تعالى يوم القيامة. ولذلك قال جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصالوا الجحيم، يعذبون. ثم يقال: ها
هذا الذي كنتم به تكذبون. أن تقول ما في قيامة، ما في عذاب، أساطير الأولين، كلام العجائز، دين العجائز، تظل أنت تعذب اليوم. هذا الذي كنتم به تكذبون. ثم ذكر الله تعالى كتاب الأبرار وما حال الأبرار في يوم القيامة، نذكره في الحلقة القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.